السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية لتطورات الأحداث في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع بعد خرق الهدنة. أتشرف أن أكون معكم فيها أنا كما الماضي بصحبة زميلتي داليا أبو عمير. أهلا بك داليا. أهلا بك كمال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه المتابعة الإخبارية بهذا الخبر، حيث شنت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعياته سلسلة غارات عنيفة وقصفا مدفعيا عشوائيا على أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون والصبرة والشيخ رضوان وتل الهوى في غزة. نعم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء غارات الاحتلال، وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن طواقمه لم تتمكن من انتشال الشهداء والجرحى من الشوارع ومن تحت أنقاض المنازل في ظل القصف المتواصل. كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا راح ضحيتها نحو 100 فلسطيني وأصيب وفقد العشرات. وللمزيد من تطورات الأوضاع على أرض الواقع تنضم إلينا من رفح الفلسطينية منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك منى، وضعينا في تطورات الوضع حتى هذه اللحظة. نعم، يعني تطورات الوضع الآن هو المزيد من الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات طال عدة منازل في منطقة دير البلح تحديدا وسط قطاع غزة. هذه المنطقة أيضا تعرضت لغارات عنيفة وأحزمة نارية خلال الساعات أو الساعة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء قنابل ضوئية في عدد من المناطق في خان يونس، في أيضا دير البلح وفي شمال قطاع غزة. هذا إلى جانب عدد من الاستهدافات في هذه الأثناء. هناك يعني أنباء تتوالى عن استهداف لمنزل مليء بالسكان في منطقة جباليا، تحديدا بالقرب بمفترق أبو قمر. أيضا خلال الساعة الماضية كان هناك استهدافات شديدة العنف في مناطق وسط مدينة خان يونس، في مناطق شرق أيضا خان يونس تم استهداف عدد من المنازل، أحزمة نارية في كل المناطق التي ذكرتها وبما فيها عمليا يعني وسط التجمعات السكانية. خلال الساعات الأخيرة كان هناك تكثيف في الضربات والغارات الجوية، وهذا الأمر ربما يستمر منذ صباح يوم أمس، ولكن نعيد ونؤكد بأن اللافت الآن والجديد هو تركيز هذه الضربات على مناطق أيضا جنوب قطاع غزة، وعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهداف مربعات سكنية كاملة وتجمعات سكنية كما حدث اليوم في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة أبراج حمد. هذه المنطقة التي كانت تأوي الكثير من عائلات النازحين التي يعني لم تكن لديها أي منازل. أين تتواجد بالضبط هذه المنطقة التي تم قصفها من الاحتلال الإسرائيلي في جنوب القطاع منى؟ نعم، يعني هذه المساكن يعني هي موجوده في وسط مدينه خان يونس، ونحن نعلم عندما نتحدث عن وسط مدينه خان يونس وهي ربما المحافظه الاكثر كثافه سكانيه في مناطق الجنوب، والتي معظم سكان قطاع غزه لجأوا اليها عمليا، هي تمتاز بكون منازلها قريبه من بعضها البعض، يوجد بها معسكر، وهذه العمارات التي تم استهدافها اليوم هي قريبة من المعسكر. كل عمارة تتكون من عدة طوابق وهي مليئة بالسكان. عمليا منذ أمس الاحتلال الإسرائيلي كان قد أكد بأنه سوف يوجه ضرباته في منطقة خان يونس، وبأن هذه المنطقة أصبحت منطقة قتال، وبالتالي الآن هناك عمليات محاولة نزوح، لا أتحدث عن عمليات نزوح، هناك محاولة نزوح من قبل بعض والقليل من العائلات التي يعني تحاول البحث لنفسها عن أماكن في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من أنه أيضا منطقة رفح هي منطقة مستهدفة. كانت هناك عدة غارات منذ صباح هذا اليوم طالت منطقة رفح، الأمر الذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 30 شهيد في هذه
المنطقة. إذا جميع قطاع غزة ومناطق قطاع غزة هي مستهدفة بطبيعة الحال، لكن أيضا دعني أشير إلى يعني استمرار وتجدد الاشتباكات في مناطق مختلفة وعدد من المحاور بما فيها محاور تتعلق بالمناطق أو تطال المناطق الشرقية لمحافظتي خان يونس ورفح. هذه المناطق التي الآن يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم من خلالها باتجاه داخل بعض المناطق الشرقية كالقرارة وبنسهيلة وعبسان هذه وخزاعة بطبيعة الحال. هذه أيضا المناطق الشرقية التي كان الاحتلال قد أمر سكانها بضرورة إخلائها بشكل عاجل وتوجه إلى رفح. هذه المناطق الآن تتعرض لأحمية نارية، تتعرض لاستهدافات مباشرة من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية، وعلى ما يبدو بأنها سوف تكون منطقة اجتياح خلال الساعات والأيام المقبلة. الاستهدافات الإسرائيلية أيضا طالت، وربما دعوني يعني أؤكد بأنه البوارج الحربية الإسرائيلية أيضا الآن هي تطلق قذائفها تجاه منازل المواطنين من الناحية الغربية تجاه وسط بعض المدن كمدينة دير البلح بالإضافة إلى مدينة خان يونس. إذن طيب. الاستهدافات الإسرائيلية الآن هي يعني يتم تنفيذها باستخدام جميع الآليات العسكرية، إن كان الطيران الحربي الإسرائيلي أو حتى المدفعية الإسرائيلية الثقيلة أو حتى البوارج الحربية الإسرائيلية. كل هذه الآليات يتم استخدامها، بما في أيضا استخدام القنابل الفسفورية التي الآن توجه ناحية منازل المواطنين في عدد من المناطق في خان يونس ودير البلح وشمال قطاع غزة بشكل مباشر. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل هذه الآليات تجاه المواطنين الذين يقول بأنهم في مناطق جنوب وادي غزة، يعني هم موجودين في مناطق كان من المفترض بأنها آمنة، ويحاول تبرير ما يقوم به من خلال زعمه بأنه يحذر السكان، وبالتالي يعني يقوم بفعل ما عليه ويحاول التنصل أخلاقيا من أي مسؤولية تجاه هؤلاء السكان المدنيين. إذا منى نتحدث عن بالطبيعة الحال جباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع يتم قصفها كالمعتاد، لكن أيضا القصف وصل إلى دير البلح في وسط القطاع، ومن ثم أيضا نتحدث عن خان يونس في جنوب القطاع وأيضا رفح الفلسطينية. كل هذه المناطق إذن الشمال والوسط والجنوب يطالهم القصف الإسرائيلي. نعم هذا صحيح، هذا صحيح تماما، والأمر لا يتعلق فقط باستهدافات تجاه أراضي زراعية أو بعض المناطق الخالية، وهذا ربما ما هو أكثر ما في الأمر، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم بأنه حتى المناطق التي كان قد وجه تعليمات لسكانها بضرورة الإخلاء، السكان الآن لم يعني معظمهم لم يقوموا بإخلاء منازلهم لأنه لم يجدوا أماكن يذهبوا إليها، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى وقوع عديد من المجازر منذ يوم أمس وحتى الآن. نحن نتحدث عن ما يقارب أكثر من يعني أكثر من 500 شهيد على أقل تقدير منذ صباح أمس وحتى الآن جراء هذه الاستهدافات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه بعد يعني لقاء بلينكن مع نتنياهو وقادة الاحتلال الإسرائيلي كان هناك محاولة للتأكيد على أنه يجب تحييد المدنيين، وبناء عليه قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر الخارطة التي تحدث عن أنها يعني سوف تكون يعني عبارة عن موجه لأهالي قطاع غزة كي يعلموا إلى أين يجب أن يذهبوا، ما هي المناطق الآمنة وما هي طيب المناطق التي سريعا سؤالي الأخير منى بخصوص هذه الإحداثيات التي تم توزيعها بخصوص الأحياء التي سيقوم جيش الاحتلال بقصفها، كيف يستطيع المواطنون معرفة هذه الإحداثيات في وسط ضعف الشبكات شبكات الاتصالات التي تتواجد في القطاع؟ يعني عفوا هل يمكن إعادة السؤال؟ أنه كيف يستطيع المواطنون معرفة هذه الإحداثيات هذه الأحياء التي سيتم قصفها الآن أو غدا أو بعد غد وهناك ضعف في الاتصالات في قطاع غزة بشكل عام؟ صحيح، هذه إحدى المعضلات بصراحة يعني التي يعاني منها أهل قطاع غزة. أولا عدم وجود
شبكات القدره على الوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي، عدم القدره على الدخول الى الروابط التي يحاول نشرها الاحتلال الاسرائيلي، عدم القدره على معرفه ارقام المربعات التي يعني يجب ان يعني او هم يدخلون فيها. هناك امر اخر وهو انه حتى الخرائط بالمناسبه التي نشرت ان كان يوم امس وتم تعديلها خلال هذا اليوم هي خرائط غير دقيقة، وبالتالي هذا الأمر أحدث إرباكا كبيرا بالنسبة للمواطنين، حيث أنه معظم المواطنين حتى الآن لا يعلمون، حتى من لديه شبكة قدرة على الوصول إلى الإنترنت لم يتمكن من معرفة المنطقة التي يسكن فيها لأنه الخرائط فيها يعني خلل. هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أكد وما زال يقول بأنه سوف يبلغ السكان بطريقة أو بأخرى بأنه يعني عليهم أن يخلوا هذه المناطق التي ينوي اجتياحها. هو في النهاية يحاول أن يعني يخاطب، وعمليا الأرض الواقع تؤكد بأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يخاطب فعليا سكان قطاع غزة، ويحاول توجيه رسائل فقط لكي يتنصل أخلاقيا من يعني المسؤولية تجاه هؤلاء المواطنين، وهو يعلم بأنه لا توجد اتصالات، لا توجد إنترنت، ولا يوجد قدرة على معرفة خطورة هذا الأمر وكيف من الممكن أن يتم التعامل معهم. وبالتالي هي كما أشرت يعني هي محاولة لتسويق فكرة معينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإلا يعني من ينظر، أي شخص ينظر إلى المربعات التي كان قد أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يعرف بأنه بعض المناطق من المستحيل معرفة كم هي، ما هي أرقامها وأين تقع وما إلى ذلك، لأنه الخرائط فعلا لم تكن دقيقة وفيها خلل كبير جدا خلقت يعني بلبلة بين المواطنين الفلسطينيين. جزيل الشكر منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من رفح الفلسطينية، شكرا جزيلا. والآن تنضم إلينا من رام الله دكتور تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية. دكتور تمارة أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. سأبدأ معك من آخر المواقف والتصريحات التي خرجت، ونبدأ بتصريح بنيامين نتنياهو الذي يقول أن حربنا هي الأعدل في العالم، كيف تعقبين؟ أولا هذه سياسة الاحتلال الصهيوني فيما يتعلق أن يكون هناك بالفعل الضغط على الواقع المدني والواقع المقاومة الفلسطينية، أعتقد عندما يتم الإشارة بهذه المقولة وهذا الخطاب من أجل أن يجذب الرأي العالمي بأن يقوم في عملية الدفاع عن نفسها، الدفاع عن واقع أمن الاحتلال الصهيوني، ولكن في الإشارة في سياق من يقوم بهذا الجرائم بحق الواقع المدني والخسائر البشرية، هذا الواقع العادل الذي يجب أن ينظر إلى واقع الفلسطيني، الواقع الإنساني الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، الذي يستهدف الإنسانية الآدمية، الذي يحرم الأطفال والنساء من مقومات الحياة في قطاع غزة. هذه القضية العادلة وليست الواقع العادل الذي يتم الإشارة إليه من قبل نتنياهو. نتنياهو يشير إلى سياق واقع يميني متطرف، يعني هذه الحكومة التي تسعى إلى تحويل قطاع غزة إلى قطاع غير قابل للحياة، الذي يتم الإشارة أن هناك أهدافا في سياق الواقع المعلن، القضاء على حركة حماس، لكن هناك الأهداف الغير معلنة والهدف الضمني في هذا السياق وهو القضاء على الواقع المدني. وما زال أن حتى هذه اللحظة أن واقع التهجير ما زال قائما، عندما يرقم من خريطة قطاع غزة ويرقم من المساحات الشاسعة لقطاع غزة إلى مربعات وإلى بلوكات من أجل انتقال المدنيين من نقطة إلى أخرى، ثم يتم قصف المواقع التي يلجؤون إليها. إذن هذا الاستهداف الغير عادل بواقع المدني الفلسطيني، بواقع الإنسان الفلسطيني. لذلك الاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة يستخدم ورقة الضغط على المدنيين حتى يضغط على المقاومة الفلسطينية أن تتنازل، وبالتحديد في ملف المقاومة الملف الأسرى العسكريون وبالتحديد المحتجزين في سياق الواقع المقاومة الفلسطينية. لذلك تستخدم الاحتلال الصهيوني أكثر من أداة في هذا السياق، ليس فقط على مستوى الضغط على المدني من خلال استخدام آلة القصف الجوي، ليس فقط على مستوى المحافظات الشمالية، حتى على مستوى آلة القصف هي مستمرة على منطقة المناطق الجنوب، بمعنى أنه يتم فصل المحافظات الشمالية عن المنطقة الوسطى والمنطقة الوسطى يفصلها عن الجنوب، حتى على مستوى منطقة الجنوب منطقة خان يونس يريد أن يفصلها عن منطقة. والحديث دكتور تمارة عن إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة أيضا، كيف يمكن أن نفسره في إطار ما ذكرته أنت الآن؟
أولا الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقلص مساحة قطاع غزة من 365 كيلومتر إلى 200 كيلومتر، وهذه 200 كيلومتر أمامه وجود مليوني و200 ألف وأكثر من ذلك من المواطنين الفلسطينيين. هذا إشارة أن الهدف الضمني والغير معلن هو وقع الضغط على المدني الفلسطيني وترسيخ رؤيته بالتهجير الطوعي. طبعا التهجير القصري لم ينجح به، نظرا أن من أفشل هذا المخطط هو المصريون على جمهورية مصر العربية وبقيادة رئيسها أفشلت هذا المخطط. بدأ الآن ينظرون إلى المخططات الأخرى وهو التهجير الطوعي من خلال تحويل قطاع غزة وتغيير حكمها نحو واقع دولي وفتح مكاتب دولية للتهجير إلى الدول الأخرى. والدليل أن الكونغرس الأمريكي عندما تم الإشارة لا يجب أن يتم إعطاء المساعدات الأمريكية إلى بعض الدول العربية من بينها العراق، اليمن، تركيا، مصر، الأردن، حتى على مستوى الدول الأوروبية تم الحديث بالإشارة إليها أن يتم استضافة اللاجئين الفلسطينيين. هم يشيرون إلى الأهداف المعلنة والأهداف الكبيرة، لكن الهدف الأساسي وهو القضاء على الواقع الفلسطيني، كون أن الواقع الإسرائيلي يعتبر أن القنبلة السكانية والكثافة السكانية المتمثل بالتغيير الديموغرافي الذي لصالح الفلسطيني الآن يريد أن يقضي عليه من خلال واقع القصف والقتل واستخدام كافة الأدوات والتهجير حتى على مستوى الضفة الغربية، غير منفصلة تماما عما يحدث في قطاع غزة. هناك اقتحامات، هناك مداهمات، اعتقالات، اغتيالات، يستخدم كل الأدوات حتى يتسنى بالفعل. لو نفرق فقط في المواقف يا دكتور تمارا، هل يعد التحرك في الضفة الغربية هو تحرك تكتيكي بينما التحرك في غزة هو تحرك استراتيجي؟ هل هذا هو الواقع فعلا؟ نعم هذا صحيح. أولا الاحتلال الإسرائيلي لديه أهداف أمد قصير وأيضا متوسط وأهداف هدف استراتيجي. يتحدث عن قطاع غزة ضمن سياق الأهداف الاستراتيجية والتي لها علاقة بتفريغ منطقة قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين. هو وضع أكثر من سيناريو للحكم على قطاع غزة، سواء كان من حكم يعني مؤقت أو إنزال السلطة حتى على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية لا تريدها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وأشار نتنياهو لأكثر من نقطة، لا نريد السلطة حتى لا يتم أن يكون هناك وضع تواصل جغرافي وديموغرافي بين الضفة وقطاع غزة. حتى على مستوى السيناريوهات الأخرى التي تتعلق بوضع حكومة أممية أو عربية مؤقتة أو حتى على مستوى إعادة الاحتلال الصهيوني، رغم أن فكرة الإعادة السيطرة الأمنية موجودة، ولكن السيطرة الإدارية حتى هذه اللحظة غير موجود الفرضية الأساسية التي يريدون وضعها على أرض الواقع. لذلك هم يفكرون بهدف استراتيجي وتكتيك استراتيجي وهو التهجير الكلي. هذا ما يفكر فيه الواقع الإسرائيلي حتى يتم التخلص من القنبلة السكانية والكثافة السكانية. أما فيما يتعلق واقع الضفة الغربية، هو يتماشى مع المخططات التدريجية التي لها علاقة بعملية تقليص الواقع السكاني من خلال التهجير الصامت، التهجير الطوعي، حتى على مستوى التهجير القسري موجود على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال فرض الضرائب العالية، فرض سياسة هدم المنازل، أيضا إبعاد المواطنين عن أماكن سكناهم وتهجيرهم من خلال قوة السلاح الفردي ومن خلال المستوطنين الذراع الآخر لجيش الاحتلال الصهيوني. طيب بالتوقيتات الزمنية دكتور تمارا، كيف أيضا ننظر لهذا المخطط؟ لأنه يبدو أن ما يقال في المؤتمرات الصحفية أو على العلن ليس هو ما يدور داخل الأبواب المغلقة، وأتحدث هنا عن المواقف الأمريكية تحديدا دكتور تمارا. ربما ذكر بلينكن أنهم ليس أمامهم سوى أسابيع، لكن هذا المخطط الذي تذكريه أنت الآن هو مخطط طويل الأمد. نعم هذا صحيح. أولا صحيح الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية تتفقان تماما على استئناف إطلاق النار، ولكن هناك فرق بين الإدارتين. أن الإدارة الأمريكية تشير إلى واقع الحفاظ على المدنيين، لكن على أرض الواقع نشهد أن القتل على المدنيين والأطفال والنساء والرجال. وأن الإدارة الأمريكية أعطت مهلة شهر واحد من أجل أن تنفذ الإدارة الإسرائيلية مهامة في قطاع غزة، لكن الإدارة الإسرائيلية أشارت أن نحتاج إلى أكثر من هذا السياق، نحتاج إلى مدة أكثر من 6 أشهر حتى مدة عام. هذا ما أشار إليه المستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري في هذه الحكومة أو مجلس الحرب. لماذا قدم بلينكين مدة شهر واحد؟
كون أن في كانون الثاني سوف يكون هناك الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وغير معنيون في استمرار الانشغال في واقع القضية الفلسطينية وأيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك أعطى مهلة خلال شهر كانون الثاني بانتهاء هذه المدة. أعتقد بالنسبة لإسرائيل إذا كان هناك الهدف المعلن الذي يشيرون إليه القضاء على حماس وأذرعها مواطنيها ومؤيديها واغتيال السنوار والضيف ومروان عيسى وكل هؤلاء بحاجة إلى وقت طويل جدا حتى وصولهم إلى منطقة خان يونس، أيضا منطقة صعبة مكتظة سكانيا، الوصول إليها بريا صعب جدا حتى على مستوى منطقة جباليا، حتى هذه اللحظة لم يستطع الدخول إليه رغم محاولة الدخول إلى منطقة جبال، لكن وجود العدد السكان الكبير كون منطقة ما زالت هناك يتواجد عدد سكان كبير لا يستطيع الاحتلال الصهيوني الدخول إليها، لكن هو يحاول أماكن الأطراف من منطقة المحافظات الشمالية ويستخدم أداة القصف الجوي، حتى هذه اللحظة يستخدم أداة القصف الجوي، ولكن للأسف أنها دائما تقع على واقع المدني الفلسطيني والضحايا بواقع الأطفال النساء والرجال. دكتور تمارة، أنت أتيت على ذكر تفعيل سياسة الاغتيالات في هذا الوقت، وهذا بالفعل ما صرح به الجانب الإسرائيلي، وكنت سأتي على ذكر هذه النقطة. هل يمكن أن نعتبر أن حياة نتنياهو السياسية هي على المحك، هو في مأزق، وربما اغتيال أي أو استهداف أي من قادة حماس في هذا التوقيت يعطيه توق نجاة بشكل أو بآخر، وسيعتبره الإسرائيليين انتصار أو نصر له بشكل أو بآخر أيضا؟ أولا، نتنياهو لماذا استأنف إطلاق النار؟ الهدف الأساسي من استئناف إطلاق النار لا يهمه المحتجزين الإسرائيليون أو الأسرى الإسرائيليون، ولا يهمه الأمن القومي الإسرائيلي، يهمه فقط منصبه السياسي وأيضا يعني إحراز صورة انتصار خلال هذه المعركة. نعم دكتور تمارة، أستأذنك أن تبقي معي الآن، نذهب لمؤتمر صحفي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري. فيما يتعلق بالحدود الشمالية، رئيس الأركان قال في مؤتمرات صحفية نحن أنهم يتابع الظرف والوضع في شمال قطاع غزة يوم بيوم، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرارات يومية לדרג המדיני, הוא יאשר אותו, זה קורה כל הזמן. نحن كجيش نقدم الخطط الى المستوى السياسي بتخوني مديني نكتفي روسيا تخزور ايه حوسيم اذا بشلوي التخنيات ده تخنون שאנחנו نציג לדרג המדיני, הוא יאשר אותו, זה קורה כל הזמן. יש כל מיני אפשרויות, חלקם גם שלובות מבצעי ביטחוני מדיני, כך יהיה בשכבות האלה, דרג מדיני ניישר, אנחנו נפעל, נייצר ביטחון ונאפשר לתושבים לחזור חזרה. תודה רבה, שבוע טוב. إذن تابعنا هذه الكلمة ربما التي تبدو مقتضبة لدانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي ذكر فيها أن حرب غزة ستكون طويلة ولن تكون محددة بوقت معين، وأنهم يعملون جوا وبحرا وبرا في قطاع غزة وسيواصلون الضغط على حماس، وأن لديهم ربما تخطيط عالي للحرب وسيحققون أهدافهم بشكل أو بآخر، وهو ربما ما ذكره أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل في مؤتمر صحفي منفصل. دكتور تمارة حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أعود إليك. كنا نتحدث عن تفعيل سياسة الاغتيالات وربما ما تنتويه الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق، تفضلي أكمل الفكرة. نعم هذا صحيح، نتنياهو يعلم تماما أن حياته السياسية على المحك، ويعلم تماما أن عند انتهاء هذه الحرب سوف يتم محاكمته ليس فقط على ملفات الفساد وإنما أيضا على التحقيقات التي سوف تخرج نظرا لفشله الواقع الاستخباراتي، رغم يقينه ومعرفته عما يحدث، يعني بمعلومات مسبقة عما يحدث في عملية طوفان الأقصى. هذا التحقيق سوف يودي حياته إلى السجن، لذلك يطيل فترة أمد هذه الحرب حتى ينقذ ذاته وحياته السياسية. ليس هذا فحسب،
وإنما إنقاذ أيضا حكومة الموسعة المتمثلة بن كثير سموتريش. يعني مهمنا تماما أن الشارع الإسرائيلي الآن بدأوا يتجهون نحو يعني خيار جانيت، وهذا إشارة أن بن كثير وسموتريش في أي معركة انتخابية مستقبلية لم يصلوا إلى مرحلة الحسم فيما يتعلق سياسة الاغتيالات. ويريد أن لكنه دكتور تمارا الآن وقبل ظهورك معنا على الهواء ذكر تحديدا في هذه النقطة التي أشرت أنت إليها أنهم لا يعملون وفقا لاستطلاعات الرأي، وكذلك أشار ربما لخلاف بشكل أو بآخر بينه وبين وزير الدفاع، كلاهما ظهر في مؤتمر صحفي منفصل. باعتقادي من أجل أن يكون هناك تحسين صورتهم لا أكثر ولا أقل، ولكن الشارع الإسرائيلي مختلف كليا، الواقع يتحدث بشيء وهم يشيرون إلى شيء آخر. نتنياهو وجالنت حتى على مستوى جالنت يعتبر من جزء لا يتجزأ من حكومته الموسعة، وبن كثير سموتريتش هو، لكن جالنت هو جزء من مجلس الحرب ولكن ليس ضمن سياق حكومتهم الموسعة، هو يعتبر من المعارضة الحالية. الشارع الإسرائيلي كل استطلاعات الرأي تشير أن جالنت هذا ما أقوله، نتنياهو لا يأبه لاستطلاعات الرأي دكتور تمارا. نعم صحيح لا يأبه، هو يعلم تماما أن الشارع الإسرائيلي لا يهتم بنتنياهو، بالعكس هو يطالب. قبل عدة دقائق كان هناك مظاهرات ضخمة في منطقة تل أبيب ومناطق مختلفة في إسرائيل من أجل المطالبة بإخراج المحتجزين الإسرائيليين، وتم الإشارة أن يجب أن نتنياهو أن يتنحى كونه فشل سياسيا وأمنيا وأيضا حتى على مستوى العسكري لا يحقق حتى هذه اللحظة، بالعكس يعني الواقع الأمني أصبح بالسلب وأيضا الواقع الاقتصادي أصبح بالفعل نحو تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي، لذلك لن يعطي أي نتائج في هذه المرحلة، لذلك هو يطيل هذه الحرب من أجل إنقاذ نفسه وإنقاذ حكومته وإنقاذ حتى على مستوى الجنة. شكرا دكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية ضيفتنا من رام الله، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وأيضا تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك، وفي البداية ضعينا في الوضع الميداني والرشقات الصاروخية التي طالت عدد من المستوطنات الإسرائيلية سواء في إسدود أو في رعيم أو في عسقلان أو حتى وصلت إلى مدينة تل أبيب. بالفعل هذه الرشقات الصاروخية كانت قد يعني أثارت استغراب المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وذلك بعد الترجيحات الأمنية العسكرية أن هنالك يعني تراجع في الأداء العسكري لحركة حماس أو لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك بعد الضربات المتواصلة شمال القطاع أو حتى جنوبه، ولكن استمرار هذه الرشقات الصاروخية التي صفرت ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وفي أبعد من ذلك جغرافيا نتحدث عن أشكول وعسقلان وسيروت وهي المناطق الأكثر استهدافا في هذه الرشقات الصاروخية، كذلك الحال كان هنالك رشقات صاروخية قد وصلت إلى تل أبيب الكبرى كما يطلق عليها وحتى جنوب تل أبيب ووصلت في مداها إلى العديد من المناطق الجغرافية. الأهم اليوم في هذه الرشقات الصاروخية هي صفارات الإنذار التي دوت في الناصرة وفي العفبولة وهذه المناطق التي تعتبر بعد مركز البلاد أي قرب الشمال الفلسطيني. هذا يعني والترجيحات العسكرية قالت بأن هذه الرشقات الصاروخية لم تأتي من جنوب لبنان، وإن أتت من جنوب غزة أو إن جاءت من الجنوب أي يقصدون من غزة، فهذا يعني أن هنالك تطور لافت في المنظومة الدفاعية لحركات المقاومة الفلسطينية، وهذا يعني بأن هذه الرشقات الصاروخية كانت قد وصلت في مداها إلى ما يزيد على 140 كيلومتر مربع. أيضا كان هنالك استهداف واضح ل مناطق شمال غرب القدس والتي دوت أمس صفارات الإنذار فيها، وذلك ردا على استهداف المدنيين هناك، ولربما الحدود الشمالية كانت مشتعلة منذ صبيحة اليوم باستمرار التبادل الرشقات الصاروخية بين حزب الله وما بين الجيش الإسرائيلي الذي واصل أيضا قصفه ليس فقط في الرشقات الصاروخية بل بالمدفعية، وهنالك العديد من الإصابات كما ذكر بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. عن التطورات الميدانية أيضا التطورات الآن تجري في تل أبيب تحديدا ويؤمها عشرات آلاف الإسرائيليين الذين يحتجون على سحب وفد الموساد الإسرائيلي من قطر ووقف إطلاق النار ووقف الهدنة وهذه التهدئة، وهو لربما أكثر ما يخيف المستوى السياسي الإسرائيلي وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المتخوف من خسران منصبه كرئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي أوضحت وقالت أن هنالك يعني نتحدث عن 54%
من الإسرائيليين سواء من اليمين أو اليسار المتطرف يطالبون نتنياهو بالاستقالة والإطاحة فيه، ولربما هذا ما دفعه إلى التوضيح أو الحديث عن هذه النقطة تحديدا في المؤتمر الصحفي الذي أجراه بأنه هو يعمل وفق المعطيات. ما البديل إذن في حالة الإطاحة ببنيامين نتنياهو؟ البديل هو جانتس وفق المعطيات ووفق آخر الاستطلاعات في الشارع الإسرائيلي. هنالك يعني مقارنة في استطلاعات الرأي الآن وفي بداية الحرب، هنالك تراجع طفيف لجانتس، ولكن حزب المعارضة وأحزاب المعارضة تحصل على ما يزيد على 40 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلي. كان نتنياهو حاصل في بداية الحرب على 17 مقعد كحزب الليكود من أصل 120 أيضا، ولكن هنالك ارتفاع ما بعد الهدنة في هذه النسبة وفق آخر استطلاعات الرأي التي جرت أمس الجمعة، وأن حزب الليكود برئاسة نتنياهو كان قد حصل على 20 مقعد. ولكن حتى وإن حصل على 20 أو 30 مقعد، حتى وإن كان هنالك تحالف مع الأحزاب الدينية والصهيونية الصغيرة، هذا لا ينصبه موكبه أو حتى أن يكون رئيس وزراء إسرائيلي جديد. وهذا أكثر ما يخيف نتنياهو بالفعل، هو أن بعد الحرب ليس كما قبلها على المستوى السياسي، وهذا يعني أن إسرائيل ستذهب إلى انتخابات خامسة في غضون عامين، وبهذا يخسر نتنياهو كل هذه المناصب السياسية ويعود إلى المحاكمة بتهم الفساد وغيرها التي يحاكم فيها. كنت أقول أن نتنياهو قال بأنه لا يلتفت إلى استطلاعات الرأي هذا، ولكن هنالك أمور تدفعه للعمل، وبأنه شخصيا كان قد أوعز وأعطى الأوامر للتحرك واستهداف ما يزيد على 100 هدف تابع لحركة حماس، وبأن العمليات البرية والتوغل البري آخذ في الاتساع، وأكد أن هنالك ضغوطات تمارس على الحكومة الإسرائيلية لا سيما وأهمها وعلى رأسها ضغوطات الإدارة الأمريكية، وبأنه يحاول استقطاب هذه الإدارة مجددا وتخطي العقبات للحصول على الدعم الدائم والشرعية الدولية التي تعطيها الإدارة الأمريكية للقوات الإسرائيلية. أهم ما برز في هذا المؤتمر وما ذكرته الزميلة قبل قليل هو الحديث بأنه قال أنه طلب من جالانت أن يكون هنالك مؤتمر صحفي مشترك، ولكن ترجمة فعلية حرفية قال أن جالانت اختار ما اختار، وهذا يبرز من جديد هذه أزمة عدم الثقة وأزمات المتتالية بين جالانت أو جانتس حتى في هذا المنصب السياسي. جالانت الذي أقاله نتنياهو في أسابيع سابقة عند إدارة أزمة إصلاح نظام القضاء، اليوم هذه الخلافات أخذت تظهر على السطح ومتمثلة في هذا المؤتمر الذي يحاول نتنياهو من خلاله التغني بأن هنالك إنجازات على المستوى السياسي. في المقابل جالانت يتباهى بالإنجازات على المستوى العسكري كونه وزير لدفاع الاحتلال. أضف إلى ذلك ما قال رئيس أركان جيش الاحتلال، وهما في المناسبة الثلاثة لم يأتوا بجديد منذ اليوم الأول من 7 أكتوبر، وهذه التصريحات كلها مشابهة، جميعهم يتحدثون بذات النطاق بذات الرسالة، ولكن كل منهم يختار الطريق الذي يسلكه كونه يمثل المستوى السياسي أو يمثل المستوى العسكري. ولكن طيب من الوضع السياسي ده، أنا اسمح لي أن أذهب إلى الدعم، دعم جيش الاحتلال من قبل القطار الجوي أو الجسر الجوي الأمريكي الذي يذهب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل. هل هناك إحصائية حتى هذه اللحظة بحجم هذا الدعم الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو حجم أو عدد الرحلات التي وصلت حتى هذه اللحظة إلى مطار رامون؟ دعنا نقول أنه كانت هذه المساعدات في بداية هذه الحرب تأتي إلى مطار بن غوريون أي مطار اللد، ولكن بعد استهداف هذا المطار من قبل المقاومة الفلسطينية بالرشقات الصاروخية أصبح من الصعب بل من الخطر أن يكون هنالك تسير للرحلات الجوية أو يكون هنالك استقبال لهذه المساعدات. لذلك حولت استقبال هذه المساعدات والتي تتباهى فيها بأنها في العشرات وبأن المساعدات غير مقتصرة على المساعدات المالية، بل أيضا تصل وتطال المساعدات العسكرية سواء من القنابل أو المدرعات أو حتى الأموال التي تمول فيها إسرائيل لشراء كل ما تحتاجه من عدة وعتاد عسكري. وهذا لربما ما أوضحت التقارير الأخيرة التي ذكرت أمس عن مصدر أمريكي رفيع المستوى قوله بأن هنالك قنبلة كانت قد استخدمت وبعثت من الإدارة الأمريكية واستخدمت للقضاء والإجهاز على عشرات المدنيين من قطاع غزة. لذلك لا يكون هنالك إفصاح فعلي سواء بالعدد أو حتى بالكمية أو نوعية الأشياء التي
تصل إلى إسرائيل كدعم لوجستي أو عسكري، ولكن هذا أكثر ما تتغنى به وتتباهى فيه إسرائيل كونها الحليف للإدارة الأمريكية وسط كل الأحاديث في الأوساط العبرية، حتى بأن هنالك خلافات نشبت بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية. لذلك كل هذه الأحاديث تأتي يعني سد أفواه المتكلمين عن أن هنالك بالفعل خلافات بين الإدارة الأمريكية، ولكن نتنياهو اليوم في هذا المؤتمر قال بأنه على الرغم من وجود هذه الخلافات مع الإدارة الأمريكية ولكننا نجتازها ونحاول الوصول إلى اتفاقيات. نعم. ولربما هناك الأوساط الإسرائيلية تقول أن هنالك اختلاف في السردية التي تتحدث فيها الإدارة الأمريكية منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم، ومن المتوقع أن تتغير هذه السردية ليس فقط بإعادة إسرائيل بتحديد نافذة زمنية معددة لإتمام مهامها في قطاع غزة، بل ربما يصل الأمر إلى إلزامها بوقف إطلاق النار أو الانصياع إلى المطالب الدولية حتى تحصل إسرائيل على الشرعية الدولية كما يقول نتنياهو في مؤتمره الأخير. جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف مستوطنات أسدود وريعيم وعسقلان ومدينة تل أبيب ومجمع أشكول برشقات صاروخية، كما أكدت استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط قاعدة زكيم العسكرية ردا على جرائم الاحتلال. نعم، وكانت الفصائل الفلسطينية قد أكدت أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق داخل قطاع غزة، كما استهدفت مبنى كان يضم عددا من جنود الاحتلال في منطقة التوام شمالي غربي غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال. وكثفت قوات الاحتلال من هجماتها وقصفها لخان يونس، وذلك بعد انتهاء الهدنة بينها وبين الفصائل الفلسطينية. نعم، وقعت مواجهات ضارية بين الاحتلال وبين الفصائل، المزيد يقدمه لنا الزميل حسان بشير في سياق العرض التالي. لم تختلف بشاعة القصف الإسرائيلي في منطقة عن الأخرى، فكل المناطق تحت القصف، كل المناطق منكوبة، كل المناطق تحت جحيم لا نهاية له، غير أن منطقة خان يونس كان لها النصيب الأكبر من القصف مع عودة الهجمات الإسرائيلية لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية. فما هي أسرار القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس؟ تقع خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، يحدها من الجنوب مدينة رفح ومن الشمال مدينة دير البلح، تعتبر ثاني أكبر مدن القطاع من حيث السكان والمساحة بعد مدينة غزة، يمثل عدد سكانها 16% من سكان القطاع. مع انتهاء الهدنة الإنسانية انطلقت قوات الاحتلال صوب خان يونس كما نرى، وأطلقت وابلا من الهجمات الوحشية عليها ما تسبب في وقوع العديد من الشهداء والمصابين، حيث وسعت هجماتها على المنطقة برا وبحرا وجوا وحولت هذه المنطقة إلى قطعة من الجحيم. بعد 7 أيام من الهدنة وترتيب الأوراق واستجواب بعض المحتجزين المفرج عنهم من القطاع، حذر سلطات الاحتلال سكان خان يونس من وقوع العمليات، معتبرة أن المنطقة منطقة عمليات خطرة، وعلى السكان الذهاب للملاجئ للاحتماء بها في محاولة لتدمير أكبر قدر ممكن من المنطقة السكنية، راغبة في تفريغها بحثا عن المحتجزين. ولتسهيل سيطرتها على مدينة خان يونس ومحيطها، فرضت قوات الاحتلال حزاما ناريا على هذه المنطقة أملا منها في إنهاء المقاومة، إلا أنها لم تستطع أن تحرز تقدما واضحا في هذه المنطقة التي تعد الأكثر تصديا للهجمات الإسرائيلية أيضا، ليس فقط بعد الهدنة ولكن منذ بداية هذه العملية البرية. موقع خان يونس بالقرب من وسط قطاع غزة كما نرى جعلها هدفا لقوات الاحتلال، فالسيطرة عليها كفيلة بفصل جنوب القطاع عن شماله، وهو ما ترغب فيه سلطات الاحتلال، خاصة وأن الهجمات السابقة قبل الهدنة لم تحقق أي تقدم على الأرض. ما بين كر وفر،
تتوقف الآمال الإسرائيلية في التقدم وسط مواجهات شرسة من الفصائل الفلسطينية التي تحضرت جيدا لمواجهة قوات الاحتلال وسببت لها كابوسا طوال الفترة الماضية ووقفت أمام مآلهم وهدفهم في تهجير سكان القطاع من بيوتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بسلام على أراضيهم؟ وبهذا العرض نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية دائما متواصلة مع حضراتكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أترك حضراتكم الآن، أنا داليا أبو عميرة، والساعة القادمة مع الزميل كمال ماضي. بمشيئة الله.